الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زين السماء الدنيا بما مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم.